جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لو تكرمتم وضحوا لنا الكيفية التي يلبس بها الرداء في الإحرام بخلاف الاتباع، هل هو من المحارم أو لا؟ جزاكم الله خيرا. الرداء، كيفية لبس المحرم نعم للرداء، أن نعم يضعه على كتفيه، أن يضع الرداء على كتفيه ويستر به ظهره وصدره وأعلى جسده، هذا هو الكيفية. وأما إذا وصل إلى الطواف، طواف العمرة أو طواف القدوم إذا كان قارنا أو مفردا، فإنه عند بداية الطواف ينطبع بأن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن ويجعل طرفيه على كتفه الأيسر، ويكون كتفه الأيمن وعضده مكشوفا، ويكون كتفه الأيسر مستورا، وكذا ظهره وصدره يكونان مستورين، إنما يبدو منه الضبع وهو العضد والكتف في حالة الطواف، طواف القدوم أو طواف العمرة. فإذا فرغ من الطواف فإنه يعيد الرداء على حالته قبل الطواف، يعني يجعله على كتفيه ويستر به ظهره وصدره وأعلى جسده. نعم.